للتغلب على جزء من الفقر المتفشي ومصارعة الأزمات الاقتصادية والفساد المالي والإداري في البلاد، أطلق عدد من شباب مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار مبادرة جدار الرحمة كفكرة تعتمد على تبرعات الناس ووضعها بمكان محدد لتستفيد منها الأسر المتعففة عبر سد شيء من نواقصها وخاصة الملابس الشتوية. ويسعى القائمون على الجدار توسيع المبادرة ونقلها لمناطق ومحافظات أخرى كرسالة لضرورة التكاتف وتجاوز المحن والعسر المادي العاصف بالكثير من المتضررين خاصة في ظل وباء كورونا وأزمة فرص العمل وانتشار البطالة. تفاصيل أوسع في تقرير زميل عماد الشماري. الفقر الذي تضج به البلاد بسبب الحروب والفساد المالي والإداري قابلته شيم العراقيين لصرعه. مشروع جدار الرحمة هو دعم الفقير والطبقة الفقيرة من الناس. مشروع جدار الرحمة هو تجهيز الناس بالملابس والمفروشات وأي شيء يفيد المواطن ببيته، اللي ما يقدر يشتري، اللي هذا يعني كافة مستلزمات البيت صارت. يعني احنا كنا بدينا ملابس، صفات تجهيزات، مفارش، عندك حتى الأجهزة المنزلية. مشروع جدار الرحمة هو رحمة من رب العالمين للناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أدعو جميع الأشخاص العاملين في مجال الإغاثة في مدينة الرمادي، أتمنى من كل الموجودين في جميع أقضية محافظة الأنبار أن يعملون بهذا المشروع. أولا الأجر رب العالمين، بالإضافة إلى أنه يتخلصون أو يساعدون هاي العوائل المحتاجة في مدينة الرمادي. موضوعنا الحمد لله والشكر بدأ يكبر وبدأ يتطور وبدأ ينتشر على مستوى مدينة الرمادي، وبالإضافة إلى أن عندنا 3 أماكن إن شاء الله بالأيام المقبلة سوف يتم افتتاحها. بمدينة الرمادي بمحافظة الأنبار أطلق عدد من الشباب مبادرة جدار الرحمة لإعانة الأسر المحرومة من شراء بعض الحاجيات وبمقدمتها الملابس الشتوية. اللي قاعد يجينا نقدمه للناس، واللي يحتاج شيء يجي علينا، اللي محتاج شيء ما أقدر أشتري تجي نشتري له إياه ونعطيه إياه، واللي نقدر عليه قاعد نسوي ندعم السياسيين، اللجان المختصة مثل جمعيات لازم تدعمنا شوية، ساعدنا ندعم العالم، نفيد العالم اللي نقدر عليها ونسويها، والواقع على الله. إيه تجينا علاجات، تجينا قرطاسية، هذي اللي نقدر عليها نسوي للعالم، ما يجي بس الفقير هنا، والمنطقة اللي عندها ملابس زايدة قد مال قبلها تجي منا إياها وقاعد نوزع للعالم. تشمر الأنباريون عن سواعدهم وهبوا للتبرع لنجدة أكبر عدد من المتعففين، ساعين لتطوير المبادرة وتقديم أهم المتطلبات الأسرية، ولاقت ترحيبا من المستفيدين منها. نشكر الشباب على هذا المشروع، يعني اللي يساعد العالم المساكين والفقراء الماعدين المحتاجين. انا واحد من الناس جيت اخذت الاطفال من هذا المكان، يعني مساعده حلوه، يعني اللي ما عنده يعني علاج وهاي، وبارك الله بهم على المشروع هذا الجميل. تحققت الغايات سريعا بتكاتف الخيرين، وزرعت البسمه على وجوه المحتاجين، والقائمون على الفكره ساعون لتطويرها لتكون ضد للفساد والخصم الرادع للأزمات الاقتصادية والعوزة.